وللحديث عن سير التظاهرات في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الناشط في التظاهرات حيدر مورو. سيد حيدر، مرحبا بكم. يعني بداية، كيف تبدو الأوضاع في بغداد في ظل التظاهرات المستمرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتنا لحضرتك والقناة الرافدين الكريمة. احنا مثل ما عرفت، نحن اتحاد طلبة بغداد مسؤولين عن اخراج المسيرات الطلابية، واليوم طلعنا مسيرة، جددنا مسيرتنا كل احد دعما لساحة التحرير ودعما للمتظاهرين، واحنا مستمرون في هذه التظاهرات ونرفض حكومة الاحداث، حكومة التوفيق محمد توفيق علاوي من خلال هذه المظاهرات السلمية. طيب سيد حيدر، يعني بعد المشاركة الطلابية الواسعة في التظاهرات في مختلف المحافظات العراقية، كيف تقيمون دور الطلاب في استمرارية ثورة تشرين وأيضا في استمرارية صمودها ضد القمع الحكومي والميليشياوي؟ الطلاب هم عمود الثورة. نعم. الطلاب هم روح الثورة، الطلاب أمل الثورة. اليوم الطالب الجامعي من يخرج الطلبة الجامعية بصورة عامة هم الشريحة الأكبر في المجتمع. نعم. وهذه الشريحة اليوم من خلال مشاركتها في المسيرات والمظاهرات ضد حكومة الأحزاب وضد من جميع من يحاول يجر العراق اليوم إلى هاوية أو نهاية غير معلومة، نهاية مجهولة، نقول لهم اليوم احنا طلبة سنقف في وجه كل من يريد ذلك، واحنا مستمرين ان شاء الله بدعمنا ومظاهراتنا للثورة وحتى تحقيق مطالبنا جميعا ان شاء الله، تحقيق مطالب الشهداء والترحة. أستاذ حيدر، هناك أصيب 6 من المتظاهرين نتيجة حرق الخيام في قلب بغداد، هنا أنتم كمتظاهرين كيف تواجهون تضييق السلطات عليكم؟ خاصة أنتم دعوتم إلى إضراب عام وعصيان مدني، كيف تواجهون تضييق السلطات؟ كيف تواجهون الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع؟ حدث اليوم أمس هجوم من قبل قوات الشغب من ساحة الخلاني وتم حرق قيم وإصابت بعض المواطنين، لكن احنا صار 4 أشهر مستمرين ومستعدين نضحي بأرواحنا، وفقط نلقي صورة، احنا صورة سلمية مهما كانت قنابلهم ورصاصهم، يعني 4 أشهر احنا استحملناها ومستعدين نستحمل بعد أكثر، فقط نرفض هاي حكومة الأحزاب، ومهما ضيقوا الخناق علينا وشددوا ويانا احنا مستمرين ان شاء الله كل احد، ومستمرين في خيمنا هنا تحت التحرير، ونقول لهم نحن نرفض ونستنكر الاعتداءات التي تمس الطلبه وتمس خيم المعتصمين المسالمين. نعم. ونقول اننا باقون مساندون لهذه الثوره حتى تحقيق جميع الشروط. من بغداد الناشط التظاهرات حيدر مورو، شكرا جزيلا لكم.